مش قايل يشيلوا صورة حبيبنا رجائي يا اخوان لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله يا الله طيب يلا نبلش اهلا وسهلا فيكم متابعينا في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج فاضي اشغال اللي بقدمه لحالي وهذا الحكي يوصل اه يوصل ان شاء الله لايطاليا ولا فارق عندي هلا بحكي لكم ليش يعني كمان شوي بحكي لكم ليش لايطاليا تحديدا عشان ايطاليا قريبة على قلبي فيها حدا بيخصني اليوم حلقة مختلفة غير اعتيادية لاني راح اغطي مكان الشاب اللي بحبه حبيب قلبي اللي موجود هلا في ايطاليا رجائي قواس مشتاق لك رجائي يا رب دايما تروح على ايطاليا حبيبي معلش يا اخوان معلش عشان الواحد يعني شوف في شوية غل طبيعي في شوية حقد يعني هذا ال هي النسب الطبيعية موجودة في الانسان، فيعني عادي معلش لو سمحتوا اتركوني اعبر عن حالي. رجائي تركنا وسافر. تركني انا شخصيا لحالي اقدم البرنامج ومش عارف كيف ممكن انا اشكره على هاي الفرصة <تصفيق> <تصفيق> انا طبعا دقيت على صدري لما قال لي رجائي انه مسافر، قلت له رجائي عندي وعدته مش راح احاول احتل البرنامج. منيح اني تارك صورته ورا منيح يعني الحمد لله انه هاي الصوره بعدها موجوده ولا انا كان ممكن اخفيها زي المره الماضيه للي مش متذكر واليوم بدنا نحكي عن هو مش اهم موضوع بالمطلق بس هو يعني موضوع الى حد ما يعني في من تركيبتنا احنا كاردنيين فالموضوع اليوم عن ليش نسب نجاح الانسان الاردني اكبر في الغربه يعني الاردني بيكون اموره تمام لغايه ما يعني بالاردن بتكون اموره مش تمام لغايه ما تسافر بيطلع اموره تمام فشو السر اليوم نحكي عن قصص نجاح تتخطى الخيال عن اشخاص كان وضعهم سيء او وضعهم عادي او وضعهم متدهور في البلد بس رب العالمين بعد اسمه فتح بوجههم في بلاد الغربه فهل هاي حقيقه ولا خيال يعني هاي هذا الموضوع جد صح انه بيطلع برا يعني بنجح كذا ولا الموضوع فيه لخبطة تحياتنا أكيد لكل اللي عم بيشاهدونا كل اللي عم بيشوفونا سواء كان على تلفزيون آه، على عمان تي في أو على الراديو على روتانا أو على فن اف ام أو اللي عم بيشوفونا على الفيسبوك أو اللي عم بيشوفونا على اللايف ستريم على الابليكيشن أي مكان كيف ما كنت بتشوفنا أو بتسمعنا فأنت مرحب فيك خصوصا أنه معنا حبيب قلبي رجائي وهل النجاح مقرون بالموقع الجغرافي والله شوف موضوع الموقع الجغرافي كمان موضوع يعني مقلق للامانه يعني انا قديش كنت مرات بقول يعني انا لو انت بفرنسا فرنسا بس المشكله انه الفرنسيين حيعرفوا على طول انه انا مش فرنسي اذا يعني هاي مش ملامح حدا فرنسي ولا هي لهجه حدا فرنسي لهجه على اساس اللغه عادي معلش يا اخوان مرقوا لي اياها الواحد يعني ضرب على المسمار وضرب على الحافر واكيد كل حدا بيعرف هذا المثل عم بيسال حاله شو دخل هذا المثل في الموضوع اللي بيحكي فيه بس معلش تحملوني اليوم تحديدا تحملوني انا اليوم صار معي كثير اشياء غريبه اشياء حبيتها واشياء ما حبيتها من الاشياء اللي حبيتها كثير انه اخونا رجائي في ايطاليا وانا يعني بحب امسي عليه حاب اقول انه الامور تمام ومش راح احتل مكانه مش راح اخذ وضعي في الهاي مش راح مثلا ادب الصباره الراقصه اللي هو جايبها بس انه بتعرفوش احتمال ما هي على الحفه فممكن تقع في اي لحظه فان شاء الله كل خير تحياتنا اكيد لكل الاصدقاء اللي معنا واللي راح ينضموا خلال الحلقه وكمان كمان بدي اشكر كل الناس اللي بيساعدوا الناس وبدي ابارك لكل حدا طلع له التخصص اللي بده اياه لانه المفروض امبارح ولليوم والله ما عارف انا يعني انا لي ثلاث اربع ايام مخربط في الايام فاللي طلع له التخصص اللي بده اياه سواء امبارح او اليوم فالف مبروك واللي ما طلع له تخصص اللي بده اياه بحب احكي لك راح عليك شيء يعني يعني انت اصلا ما كنتش حتشتغل بالتخصص حتى لو كان بدك اياه وحتى لو كان التخصص اللي شغل بالاردن شوف المعادله قديش بس عادي بتعدي وبتمر اهلا وسهلا فيكم متابعينا اينما كنتم وحيثما اتيتم واليوم راح يكون انا انا بصراحه انا كنت حاب المعد ينال بزادوغ يكون معانا اليوم بالحلقة على هيك ندردش شوي بس للأسف مش حنقدر ليش؟ لأنه ينال لا هو مش عش مش ينال أموره تمام هي المشكلة بالأوتو كيو في إشي يا إخوان إحنا بنستخدمه هون اسمه الأوتو كيو ما فيش أوتو كيو ثاني فينال مش معي ولا رجائي معي وبحب كمان أخونا فارس يطلع من الاستوديو عشان أضل حالي حبيبي فارس والله لتفسيرتك في سيرتك اخوه المصور فارس اللي كل شويه بنجيب سيرته او كل الحلقات بنجيب سيرته بطقطق <تكتك> في اصابعه شكله حيضربني اخر طب اسمع بلاش بين الفاصل يعني اه بلاش بالفاصل خلي اخر الحلقه عشان يعني بتعرف الزراقي هون يخف يعني عارف انت الاشياء هاي تحياتنا اكيد لكل الاصدقاء وفعليا يعني انت ممكن مثلا تكون بالاردن يعني مش ماخذ حظك ولا نصيبك بالتوفيق توصل برا البلد وتتوفق المشكلة بالأردن يعني المشكلة بموقعك الجغرافي ولا المشكلة ب ولا المشكلة فيك أنت ما حاولت كفاية بالأردن وحاولت منيح مثلا بإيطاليا يا رجائي ولا حاولت في أمريكا في كندا في أستراليا بالمناسبة احنا كأردنيين ما أظنش في حدا أردني ملوش حدا عايش برا سواء يعني بالدول يعني باوروبا بامريكا باستراليا باي المكان اللي بدك اياه او حتى بالخليج حبايبنا الاردنيين اللي بتابعونا من الخليج اكيد تحياتنا إلكوا سواء كنتوا بالسعوديه بالامارات العربيه المتحده ب بكل مكان بالقطر البحرين من الواحد بيقول يسمي بقطر البحرين الـ ايش كمان ساعدوني يا اخوان ساعدوني كلياتكم مرحب فيكم سواء طبعا كنتوا اردنيين او غير اردنيين اللي عم بيسمعونا او بيشوفونا فيسعد قلبكم مشتاق لكم جدا رغم اني ما بعرفكم يعني بس انا مشتاق لكم واليوم جائزتنا عشان عاده انا بسال رجائي فانا حاليا بسال حالي اه امجد اليوم آه شو جائزتنا والله بصراحه اليوم جائزتنا 100 دينار وعشان تربحوا ال100 دينار تعبوا لاخر الحلقة عشان تعرفوا كيف كتربحوا تربحوا ال100 دينار واليوم عندنا ضيوف مميزين يمكن مش كثير بتعرفوهم ويمكن مش كثير هاي الاسماء دارجه بس حتعرفوهم اكيد وحتعرفوهم باحسن صوره وحتنبسطوا عليهم لأنو كثير انبسطت عليهم صراحه تحياتنا اكيد لكل اللي عم بيسمعونا <applause> ونشوف شو كتبوا لنا بال طيب مقدار الرواتب الدوليه مقدار مقدار الرواتب الدوليه اللي هي بالانجليزي ايش بيحكوا لها الانترناشونال سالاريز شوف الاسم يعني الاسم بحسك انه انت يعني انت اخذت مصاري لما يعني أقول لك انه في انترناشونال سالري انت اخذت مصاري فورا معلش يا اخوان بس انا شايف حالي لانه هون على التلفزيون مش شايف حالي بالمجمل لا يعني شايف حالي هون على التلفزيون الرواتب برا الاردن ثلاث اربع اضعاف الراتب اللي انت ممكن تاخذه تاخذه <applause> بالاردن ليش يعني ليش مثلا اخونا فارس راتبه هون 35 ليره وكرتونه بيض اوكي ليش ممكن يكون برا مثلا يعني 1000 دينار او 1500 دينار آه معلش معلش اخويا فارس احنا مضطرين نكشف عن عن ثروتك اه زادوه اوكي اها معلش الشباب يعني اخونا المخرج الاستاذ رامي بيقول انهم زادوه وصار آه 32 دينار بس كرتون تمبر اه واحده منهم صفرين وبعطوه بدل المنام بدل ما طبعا يعني هو هو عفكرة فكره بنام هون وتحديدا على الكنبايه هاي بنام بس بفرد حاله صح هو فارس مش اكيد ما بصلش لاخر الكنبايه انا أنا يعني عارف فارس يعني آه يعني المصور اللي معانا اللي مداوم معانا له يعني سبع سنين اكيد عارفه ما ليه حاطين لك كل هاي الكنبايه الطويله طب ما انت يعني علبه كبريت وامورك تمام وكمان بتتغطى يعني احنا بنحطك على الكبريت كمان <applause> بس يمكن تتغلب لما بتتقلب تتغلب لما بتتقلب انا حاسس انه انا شاعر يا اخوي فارس انت حاسس انه انا شاعر لا انت حاسس انك تقطعني انا عارف بس انا بحكي عن <تصفيق> <تصفيق> طيب اسرار اسرار نجاح الاردني في الخارج يا اخوان شو سر النجاح يعني اذا الاردني بالاردن مش عم بنجح ليش برا الاردن بنجح ليش برا الاردن بتصير اموره تمام ايش معنى اللي بده يبني مستقبله يعني بده يرجع يجوز ويعمر او يعني على الاقل يكون اسره بالاردن لازم يسافر برا اربع خمس ست سنين عشر سنين ويرجع عشان يكون حاله شو السر شو اللي بيفرق برا عن هون شو اللي بيفرقك يا فارس معلش يا اخوان بحكي معكم بس ما هو فارس واقف في نفس المكان تبع الكاميرا لانه هو المصور فيعني في حديثي انا وياه يعني حبيب فارس طب كاش تلعب اليوم لانه عاده والله يا اخوان بيكون فاتح الموبايل وبلعب فيعني في خذ راحتك يا فارس مش راح احكي لحدا انك اه لا لا فارس انت اصلا انا انا شفتك اول امبارح من ايميل ال من من كمبيوترات الشركه عم بدور على شغل طيب يعني وبعدين يعني انا كيف كيف بدي دا دافع عنك اظني عزرت عليه ولا <تصفيق> <تصفيق> طيب شو السر هل النجاح مقروم بموقع الجغرافي لا هو مش مقروم بالموقع الجغرافي هو مقروم بحاجه المكان لهذا الشخص يعني ممكن يكون معك دكتوراه في معاليق النمل، بس معه بالاردن ما يعني ما فيش عندنا نمل عشان نحتاج معاليقه فأخونا اخونا فارس يعني اكيد مش راح يكون دارس فهمتوا علي؟ يعني ركزوا معي. انت في مكان زي الاردن في تخصصات راكده لانه امبارح تحديدا عرفت انه خمس ألاف مقعد شاغر في كليات الهندسه وعرفت كمان انه المعدلات نزلت بكليات الهندسه ما فيش عليها تنافس. هذا الاشي كثير عظيم عن جد كثير مهم وكثير محترم وكثير يعني الواحد بحس انه يعني بلشت الناس تتجاوب مع فكرة احتياج السوق احنا ما تعودناش على موضوع احتياج السوق انا بدي ابني مهندس طب يا حج ما هو مالو الشغل بغض انا بدي بدي ندينا ابو المهندس ابو الدكتور انا بتذكر انه معالي الدكتور النبات لما كان وزير تربية وتعليم حكى انه بال2014 انه بعد سنتين رح يصير عندنا بطالة في خريجين الطب فقال بعدين يعني 2017 و 2018 تخرجت يعني عفوا اتعرفت عن جد على أطباء مش لاقيين شغل يعني لا وزارة الصحة عم بتوظفهم ولا المستشفيات عندها مكان المستشفيات الخاصة ولا عندهم قدرة المادية انه يفتحوا عيادة ويجيبوا الأجهزة اللي بتلزمهم لأن الموضوع مكلف جدا فالحمد لله انه بلش يطبق هذا الموضوع موضوع الهندسة يعني والهندسة المدنية وصل معدلها 80 فممتاز حلو. اسرار نجاح الاردني في الخارج، لانه جد بيشتغل. جد، يعني انا كثير قديش بعرف اردنيين في الخليج مثلا، هلا انسى اوروبا، انسى امريكا، انسى كندا، انسى اللي بس برا انت قادر تنجز لانه المعيار تنافسي. عندنا هون المعيار الو؟ ايوه، طبعا اكيد حن لا, لا اكيد حنوظفه ان شاء الله طبعا. رح يكون لو انا انا دير بالي عليه ولا يهمك. عرفتوا شو المعيار هون؟ وعشان موضوع المعيار وما نرجعلوش عشان انا يعني حابة احافظ حياتي بشكل لطيف، بدنا نطلع فاصل صغير ونرجع علشان ضيوفنا حيكونوا معنا فخليكم معنا. واكيد بنرجع معكم تحياتنا اكيد لكل الاصدقاء اللي بلشوا معنا الحلقه وكل الاصدقاء اللي انضموا لنا هلا، تحياتنا اكيد. مرة ثانية ببرنامج فاضي اشغال اللي انا فيه لحالي تحياتنا اكيد لاخونا رجائي في ايطاليا عيني باردة عليك اخويا رجائي عيني باردة على الاغلب حيغرق انا على اللي عامله هسه ومعنا ضيوف مش أي ضيوف زملائي حبايبي فلذات كبدي الله كيفكم شو أخباركم؟ ممتازين استحيلة من التعريف خالد ودانا وعمر هلا عمر جايينك جايينك يلا تحديدا بس انا اخلص معهم عشان اقعد انا وياك قاعد مية 100% خالد كيفك؟ والله تمام شو اخبارك؟ كل الامور تمام خالد انت دارس هندسه اه مهندس كنت احكي عن المهندسين كنت احكي عن المهندسين بصراحه انا متضايق منهم من زمان بتعرف ليش؟ ليش؟ كانوا بالجامعه يرفعوا لنا الافرج نزل عربي مع شويه مهندسين انا مش منهم والله انا مش منهم انا كنت اللي معاك بنزل الافرج والله عشان هيك كملت ماستر في المانيا كملت ما بس هسه الماستر ملوش دخل والله الماستر واحد بتغير طريقه التعليم بس بالجامعه في امتحان قدمته كان الافرج يا رب ابوي ما يشوف الحلقه اثنين ونص جبت كان الافرج اثنين جبت اثنين ونص الله الله اعلى الافرج بس انت بس تعرف طلاب زملائك في الماده انت مفخر تعطيهم اريحيه بالتعامل هندسه <applause> ايش؟ هندسه صناعيه خلصت صناعيه والماستر؟ ماستر اداره اعمال بالمانيا البلد مش بالجامعه اداره اعمال اداره اعمال هيك والماست وجاي هون والله ما عارف انا مش عارف التعليم الثلاث <applause> ايام ما كنت انا اتعلم ولا انا انا تركت التعليم يا اخوان من الصف السادس لانه حسيت انه ماليش فيه ايش اللي جمعونا 30 40 واحد في قاعه وفي واحد يقر في راسي عارفين يعني لسه لسه جايين دانا هلو <applause> دقول الوحدات شد حيله ليش يعني هسه عرفت حاطة الصبارة قدامك وحاطط الصبارة آه. اه لا هاي من آه يعني من ارث رجائي وانا قديش كثير يعني أحب اكسرها على الهواء انا لانه من الارث جايتك لابسه الاخضر والله طاقة على الاخضر والأخضر. عاد لو قلت لك كان حاطينك في جوار عشان يعني كيفك دانا؟ تمام جود شو اخبارك؟ ممتازة انت اصلا دانا شو دارسة او شو بتعمل قبل ديجيتال ماركتينج ديجيتال ماركتنج يس yes. انا الماركتنج قعدت سبع سنين عشان افهم شو هو طلع في ديجيتال انا فكرتي عن الديجيتال ايام الريسيفر يا يعني صفر واحد غير انالوج صح اخوان مصور ولا انا متهيئ لي صح اه الحمد لله اعمل لك هيك انت جيت ديجيتال ماركتنج يس yes. وصفر ولا واحد ولا ولا فيش عندكم هيك شو لا وحدات فخشيت لي عليها بالوحدات لا انا بحكي عن الديجيتال وحدات ايش واحد واحد مم. 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 عشان احتمال الفحك في, عشان في انا وزن آه يعني اتناولك فيه على طول يعني. <applause> اهلا وسهلا دنا والله اهلا فيك عمر ايوه ايش عمر؟ نعم شو بدي من حياتي؟ <applause> شو بدي منك كثير كثير اشياء اخوان هلا خالد لبيب وصديقتنا دانا واخونا عمر حيقدموا برنامج اصحاب على عمان تي في فانا حابب بصراحه يعني بصراحه نزل برومو عاملين شيء انه اصحابه نزل برومو فعلا ما نزل برومو ويعني والمفروض بعكوا وم... معناها هبه بريوش من وجهه المخرج... المخرج... تحيه <applause> هبوش <applause> وميسي ميس عشان ما توسع وسع وين المخرج اللي في الكاميرا ايش لها تحيه وين لها تحيه بدنا نوجه لها تحيه ماما احنا <applause> بأمان بأمان مدنيه اي معامله تطلع لازم تمر عبري هبه والله مشتاقين مين هبه بريوش بس عنها عشان ايوه غنيه عن التعريف كيف؟ <applause> 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 الجملة هي والله هيك ممتاز يعني انا هيك اقتنعت مثلا يا انسى المشاهدين انا هيك اموري تمام الله هبه ما راح تمشي الموضوع <applause> 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 هبه وين؟, وين؟ عندها صرف ما قدرت تيجي معزومة مع على العشاء اكيد اكيد <applause> <applause> انا اللي بخليني اغيب عن المعزومة على العشاء بكون <applause> او بايطاليا يمكن او في <applause> ايطاليا يعني يا في ايطاليا دن 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 دا رجائي اطعن هبه قبل ما <applause> عمر نعم انت شو اصلا يعني قبل ما تيجي عشان انت بدك تقدم برنامج اصحاب شو كنت بتعمل قبل انا بعمل كثير اشياء بس حلو. يعني مين لي انا مخرج وممثل حلو ومؤسس فرقه اسمها فرقه رف للفنون الادائيه أه بشتغل مسرح بشتغل تلفزيون بشتغل افلام دوبلاج رقص طيب شو الشغل بدك اياه يعني عشان ما حدش مثلا انت عمر مواليد اي سنه 97 97 عشان مش اي حدا مواليد 97 يقول لك ايوه كيف زبطت معه يا اخوان اخونا عمر هو يعني ابن الحاله الفنيه لانه والده طبعا مخرجنا الكبير واستاذنا طبعا وممثل طبعا استاذ محمد الضمور وبالمناسبه استاذ محمد الضمور هو اللي اخرج اخر مسرحيه للاستاذ موسى حجازين اللي هي الان فهمتكم, فوالدتك طبعا اكيد ممثلتنا العظيمه رانيا فهد من انا ما اخذتش هاي التجربه بصراحه انت حبيت الفن من وراهم ولا انت حبيته جد هيك يعني مش عارف هو ب... اذا بدنا نحكي هلا بهاي الدراما والانهيار آه. وما بعرف ايش انه لقيت حالي بالحاله آه. ومكان اعبر فيه وما بعرف ايش بس لا بصراحه استسهلته <applause> طيب يعني احنا... تعود عليه <applause> من وانا صغير احنا بنلغي السؤال هذا <تصفيق> <تصفيق> علشان آه يعني فاجئنا بصراحه باللي <applause> مش عارف طيب نشوف برومو الشو ونرجع علشان نكمل مع معاهم خلوك معاهم الو انا خالد <applause> لبيب اسمي هبه ابريوش اسمي دانا خليل انا عمر دمور من انا وصغيره كان حلمي اكون على التلفزيون رح أحقق حلمي بأني أكون ببرنامج أصحاب رح يكون برنامج شبابي حيوي عصر اجتماعي ترفيهي غير تقليدي ورح نحكي عن كثير أشياء فنية مؤثرين رياضة سيارات ساعات أشياء بتحبوها وبنحبها وبتغطي كل نواحي حياتنا وإحنا كنا مع بعض أصحاب, أصحاب. على عمان تيفي أصحاب قريبا على عمان تي <applause> شفتوا اللي صاير يا اخوان عجبكم بالله عليكم عجبكم آه بالمناسبه الفيديو اللي شفتوه هو اخراج ينال بازادوغ نشكر ينال اه على هذا الاخراج ينال ما ترجعش تحكي معي في, الـ في الاوتو كيو لانه كمان شاب عذر عليك معلش يا اخوان عم بحكي مع أستاذ رامي المخرج لو سمحت طلع ينال من غرفه الـ الـ الكنترول انتوا عم تقدموا برنامج اصحاب انتوا اصحاب اصلا ولا تعرفتوا بعض هون لا يعني تعرفنا على بعض بصراحه بالقناه بس صح. يعني تقول زي كانه لنا اصحاب 20 سنه زمان جد. اوكي طلعت الكيمياء ظابطه وهيك 100% بس معلش انت مهندس و ودانا ماركتين. ديجيتال ماركتين. ديجيتال ماركتينج وديجيتال ديجيتال لو سمحت بالماركتينج الماركتينج تذكرت ديجيتال لانه بفرق معي بصراحه <applause> تختلف سنه يمكن دراسه ايش؟ صح؟ ها؟ اه جد؟ هذا مستوى ليفل اعلى من ليفل اعلى <applause> يعني هزمت الوحش ما ايش الليفل اعلى؟ انا خبرتي بالليفل اعلى اللي فيه وحش اخر مره لقيت يعني وحش وهزمتيه ولا طيب هندسه واداره اعمال ديجيتال ماركتنج وعمر يعني اكيد رايح هو الوحيد المحطوط صح بالمكان عن آه آه يعني انا مش عشان مش بغوز معه عشان قرابته اه تفضل انا ايش اعمل ايش اعمل في حالي؟ انتوا كميتكم زبطت مع بعض واكيد طبعا اكيد هبه يعني كنا نتمنى تكون معانا هبة بريوش بس للاسف على ما يبدو انه عندها عشاء او ما بلومها انا شخصيا لو عندي عشاء ما اجي كان هبه مكاني ويعني ومشي المساء صحه وعافيه هبه صحه وعافيه, وعافية. ولا في شويه دوالي انا يعني اوف بقى يعني صحن صغير هيك وبنتفاهم مع بعض او بكيس نايلون اسود تعرفه بدول بروح على العراق كيس نايلون اسود هذا اللي يفترض <applause> هذا اللي يعني اللي يفترض ها انه يعني جايبني عائله في كيس اسود <applause> احنّا الأردنيين والله كلّنا شبه بعض، بنفكر بنفس الطريقة بس بده يضمن عشايين إلا بعدين عشايين إلا بعدين، هذا اللي دارس في ألمانيا يا <applause> شفتوا مش أنا أنا قد ما أثبت لكم يعني نظرياً بس الواقع العملي غير ليش المغترب بنجح؟ ليش المغترب بنجح؟ أنت كنت في ألمانيا احكي لنا <applause> أنا لا رحت والله بوقت صعب، يعني رحت بالكورونا ما شفت شيء ما شفتش حدا بنجح ما شفت <applause> إيه ما شفتش النجاح كله قلت اللي قاعد لحالي <applause> ورجعت وين كنت بالمانيا؟ بفرانكفورت منطقة صغيرة هيك بينهم ساعة بالقطار اسمها فولسبورغ يا رب اكون حكيت الاسم صح شو يا رب حكيت يعني مندي لو الالمان بدهم يعاتبوني يعني آه ما بي... لا لا بس ان شاء الله اني حكيت صح انا ما اخذته باللغة الانجليزية اه بس قبلها بسنه قد هيك بالفتره اللي انا قاعد فيها بلشت اصور محتوى عن كره الكره القدم حلو هون بلشت بس اه اوكي انت لك في الرياضه وبين. اه مش مبين علي ما كنت بدي احكي آه، لك مبين عليك انا درست <applause> بالجامعه الهاشميه بكليه الرياضه مش مبين علي يعني آه، انا بس احكي معك في الموضوع يعني آه، طب لك في الرياضه ودرست هندسه ليه إيه سؤال صعب تسال ابوي يعني اسمع الهندسه مستقبل وبتعرف ضغط الاهل وهيك يعني لو علي صراحه بدرس اداره اعمال او فنون بحب هدول الشين اوكي بس خلص انا يلا هندسه كنت كان بدهم يطلعوني طب الشكل هذا تخيل تجيني تحكي لي انا مريض اللي وز ما بخليك تشيل يعني <applause> اللي وز يعني يلا اللي طب عيني. معدلي اجى عالي فيلا ادرس و... طبعا الحق عليك يضل حد يدرس بالتوجيهي كمان انت كمان احكي ولا انت ما كنت توجيهي فيه لا انا اللي... لا توجيهي سعودي فبجيب معدل اسهل توجيه سعودي اه جمركوك وانت داخل لا ما جمركت لا لا, لا ما بخ... كان والله في بنقصوا 10 علامات لا ما جمركت عملوا لنا امتحان وجبت علامه كويسه فجأة اني جبت والله ما درست عليه اقسم بالله جبت علامه كويسه فجاه يلا طلع لك طب تنافس انا معلش يا اخوان متفاجئ انه انا اول واحد يعني بعرفه في الحياه جاب علامه كويسه انا عمليا طول حياتي بس بع... ركز ال... في اول حلقه بلشت بقصه انه اثنين ونص جايب يعني بعطيك هيك وهيك يعني في امل بس مش كثير انت محيرني شوي زي الواحد عمره 14 سنه ويشتري بنطلون لو عارف الولادي الطول ولا القصر فاهم هيك طالع معنا طيب ليش اداره اعمال بعد الهندسه؟ إيه صراحة هو الاشي قررت بدي اكمل دراسة بدي هيك فكرت بالتخصصات اللي عندي حكيت ادارة الاعمال منها الواحد بضل باعمال وحركات وهيك وبرضه تجربة جديدة برا البلد اول ما نويت صارت كورونا رجعت على البلد م. اخذتها من طلعت انت اللي مسكر اوروبا آه يعني سنتين بنسال شو اللي صار في اوروبا طلعت انت <applause> طلعت اه خالد لبيب. وبنحب نعرفكم على اخونا خالد لبيب اللي سكر اوروبا <تصفيق> 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 جرب يروح يدرس دارة اعمال على الخفيف سكر لكم اياها حابة تروح على اليابان عشان متضايقين منهم اللي فتره بعيده شوي اليابان اليابان بأساس المانيا اللي بعد جسم اربع ساعات ونص يعني فرق والله اه صح اربع خمس ساعات صح اليابان بعيده شو لا المانيا آه؟ اربع ساعات اليابان الياباني كثير المانيا اربع ساعات ونص صحيح اليابان اتوقع <applause> اكثر توقع, <توقع اكثر اتوقع يعني ما جربت بس يعني اه نسال رجائي مسافر كثير هو علمي ملوش في الجغرافيا والادبي وهيك انت كنت ادبي؟ اي تي اي تي زاكي صراحه انا بالشوب يعني انا بالصيف ما فيش حدا بالعين علي اه ايه خوخ الايس خوخ ايش والبطيخ اللي قاعد ما والله لابس لك اخضر وحده لي بطيخ والله والله يعني ليه درستي ديجيتال ماركتينج؟ يعني صراحة بحب بحب التسويق وبحب بشوف حالي صراحة بهذا المجال اه جد؟ اي أيوة والله احنا ابن الحلال ب كل شوي كل لا لانه انا ايامي انه ايش بدك تطلع؟ بدي اطلع طب انت جايب 33 في التوجيه طب ايش؟ صح صح ما بتدخل السجن يعني. ما بدخلك التواليت طيب <applause> ديجيتال ماركتنج آه واشتغلتي فيه؟ امم اوكي كم سك... كم أكم شركة سكرتي؟ عشان يعني الأمانة اثنين <applause> حلو طيب الحمد لله إنك انتقلتي على الـ <applause> اه يعني و... الموضوع. والإعلام فخور فيكي إجمالا يعني أنا يعني عشان يعني نعم نأمل الحمد لله الأمور والأمن والسياسة أنا, و... أنا حاسس آخر حلقة يعني. أنا بدي أقول لحالي ليش رجائي سافر؟ يعني ما كنتش يعني ما كنتش قادر أفهم ليش بالضبط اشتغلت بالديجيتال ماركتنج؟ يس <applause> وما لقيتي حالك فيه لا بالعكس لقيت حالي فيه بس هو تعب ديجيتال ماركتينج أوه. بالعكس انا درست انه لقيت حالي فيه بس هو كثير هدك يعني كتير تعب هذك. تعب كشغل تعب اللي هو وجع الراس بس بال <applause> اه اللي لابسين <applause> بيقولوا عنه هدك احنا اللي لابسين الاشياء العاديه بنقول عنه وجع راس ايوه بس وسلامتك وجيت لهون مشان انت وين كنت قبل هون انا كنت بالشام عايشه الشام رد الله لنا الشام، طيب اشتغلت بالهندسة؟ يومين شو هذا؟ خمس سنين أنا بعرف لعبتي جلول يومين، درست هندسة يعني والله اشتغلت يومين جد، رحت آه. على مصنع آخر الدنيا تصحى الساعة آه. 6 الصبح بتروح الساعة 7 المساء هم كانوا عارفين ان أنت مهندس؟ ب... وشغلوك هيك؟ بس والله اسمع خمس آه. سنين دراسة كلمة مهندس والله بترد الروح، أقسم بالله اسمع أنا فكريني فاهم وهيك، دخلت آه آه. عليهم مهندس شو نعمل؟ ما كلها مهندس شو لا البلد مهندس م... بس ما كان في والله المكان كله هيك عشرين واحد فيش فيهم مهندسين يا إيه آه مهندس شو نعمل طب انا الجاي اليوم شو طلع عرفوا مين يساله <applause> بس والله مهندس شو اعملوا حالكم نايمين <applause> لا, <applause> لا رحنا رتبنا المستودع يلا تعالوا رتب المستودع شباب يا شباب رتبنا المستودع بعدين قلت لهم يلا سلام تفخر للهندسه والله بالله يعني كل حدا حيدرس هندسه ياخذ اخونا خالد قدوه له, له عمر نعم ادلي بدلوك ماذا كنت تفعل؟ انت ما هو يعني هو تساله ايش كنت تعمل؟ يعني والده ممثل ومخرج ووالدته ممثل ويعني متربي. إيه ايش نعمل في حالنا؟ شوف انا درست طب بيطري أربع سنين جد؟ لا بدي أقول أخصائي تكييف وتبريد قال إيش؟ تنسيق زهور لا بتعرف إنه في تخصص من تنسيق زهور؟ أنا دائما أقول للناس تنسيق زهور بس أنا بعرف في تخصص جد التخصص على فكرة صعب والله جد؟ آه في كيمياء ومش عارف إيش تدرس بيولوجي وقضوها زكتوا فراش ورا الكلية أحياء أنا بلشت بالمجال زي ما حكيت أنت من من أهلي يعني وأنا طفل طبعا حبيته كثير و بس تخرجت من المدرسه قررت اني بدي ادرس بالجامعه قلت ليه ما ادرس تخصص شيء انا ممكن اتفوق فيه متاكد اني راح اقدر اتفوق فيه عرفت حلو فهذا هو كان السبب درسته استمتعت فيهم كثير لثلاث سنين ونص اللي قضيتهم جامعه انا من الناس اللي خلصت جامعه ثلاث سنين ونص وهيك من... <تصفيق> 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 بس بنسال أخونا المخرج حبه تحت اللسان عشان انا بتضايق من هاي السيره اصلا شو التخصص اللي خلصته بثلاث ونص ثلاث سنين ونص مسرح درست فنون مسرحية مسرح مسرح بالجامعة الأردنية برخت قاعد 12 سنة وأنت قاعد ثلاث <applause> سنين ونص خلصته من <applause> غير أنا شو مالك؟ فبس وتخرجت وأسست فرقة رف الفنون الأدائية، اشتغلت مسلسلات كثير، اشتغلت مسرح طبعا اه وطقت بمخي أجرب قصة تقديم البرامج يعني أه حكيت سالت من هون من هون وكذا حكوا لي عمان في عندهم برنامج لذيذ كذا حكيت وفجاه هوب لقيت حالي بالعيلة عرفت آه, اه لقيت حالك محل دارس هندسه مكمل ماستر اداره اعمال وبنت دارسه ديجيتال ماركتينج دي وشو دارس يا عمر مسرح لحالها. اه مسرح <applause> شوف انا يعني انا مبسوط فيكو لماني آه انا على فكره كنت بتمنى جد اني ادرس إشي بخص ال يعني الاشي اللي بيطلع على التلفزيون لانه بتعرف كنا زمان او هلا انتم يمكن ايامكم شوي كانت التكنولوجيا تقدمت احنا ايامنا كان عمان الاولى والثانيه ويعطيك العافيه وسوريا الاولى الامان الثانيه كانت تغبش بس انه اه يعني تمسك الانتين عشان تظبطه في كان اشي بسموه الرادار تلف إنه لنا بيطلع في إشي فوق هيك بيعمل دا وهو بلف والله انا يعني هاي ذكريات لا تنسى وحد على السطح فوق وزبط ولا ما زبط وانت ترد عليه من تحت بس الحمد لله خلصنا المرحله طيب شايفين انه انتوا عم تقدموا اشي للشباب بهمكم اكيد ايصال رسائل لانه كل حدا منكم عنده تجربه مختلفه وهذا اللي يمكن اظن انه اهم شيء انه كل واحد فيكم عنده تجربه مختلفه تماما يعني وفي زاويه رايحه هلا انت عمر يعني قضيتك شوي عائليه فيعني انت رايح بالاتجاه هذا من زمان انت بدون ما تقصد 100% انا لقيت حالي هون يعني بالغلط اه, آه ب... والله ب... بعرف والله خلفوني لقيت حالي قاعد قدام كاميرا بعرف شو بعمل بس انه انا هون هلا هذا الاشي بفهمه تماما لانه مرات اذا كنت يعني مهندس جواز مهندسه بخلفوا ح... بخلفوا ولد سبحان الله بحب الهندسه آه وبستغربوا وبستغربوا <applause> ما بتعرف هل. ليش 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 يا <applause> اخي الولد يعني. لحاله والله حب الهندسه اللي إحنا ما قلنا له يا سلام الولد لحاله حب الهندسه ما بعرفش حدا يعني ديجيتال ماركتنج جوزي بصراحه لانه انا اول حدا طلع ماركتنج ايش طلع بدرس ماركتنج يعني اكيد لا ماركتنج لو سمحتي ما تغلطي ديجيتال, ديجيتال ماركتنج ماركتينج. بركي مساحة يدرس ماركتنج بدون بدون ديجيتال لا, لا أنت ابدا انت ما رح تسمحي له بشوه آه، اسم العيله آه. لازم <تصفيق> <تصفيق> انه في عنده هيلانا ديجيتال, ديجيتال ماركتنج <applause> منك لله يا جمال يا مروان <applause> منك <لك> من لله <applause> طيب بس تحدث عن جمال مروان نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم خليكم معانا وبنرجع معكم اكيد اعزائي المشاهدين والمستمعين لانه في ناس عم تسمعنا عن الاذاعه تحياتنا اكيد لكل اللي بلش معنا من اول الحلقه وتحياتنا للي دخلوا معنا بالحلقه مؤخرا أفضل نصور تبع رجائي انا عم بذله يعني بقرب عليه المي شوي هيك بس ما بخلوش يشرب عشان انتقم منه ومن رجائي اللي في ايطاليا واكيد تحياتنا لرجائي حبيبنا وبحبه وبموت فيه يا رجائي اللي في ايطاليا بموت يا الله رجائي يعني فل شمعة منورة تحياتنا اكيد لكل الاصدقاء وبنرجع لضيوفنا خالد دانا وعمر خالد انت اشتغلت بالاشي يومين اه اوكي خلصنا والله معلش روحوك ولا انت روحت لحالك والله بكرامتي طلعت الا الكراء، لهون الكرام يا صراحه لا كرام لا ده انا اشتغلتي بال وواضح انهم روحوا فيش داعي لا لا انا يعني تركته <applause> 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 اه انت تركت بعد ما حكوا لي قد مستقلت انا آه، بعرفها <applause> هي الـ اه اه اوكي كلنا عملنا هيك والله كلنا مر علينا هذا هذا الوضع انت اكيد ما حدا قال لك روح انا اشتغلت بطب البيطره شوف احكي لك سنه ونص واحكي لي عن تكيف التبريد طيب انت بتقدموا برنامج اصحاب احكوا عن البرنامج، نبلش معك. إيه برنامج اصحاب هو برنامج احنا شباب إيه بنحكي بالاشياء اللي بتخص الشباب حلو بالذات يعني عادي لو حضرنا كبار بس يعني بتخص الشباب <applause> إيه اشياء اجتماعيه ثقافيه، يعني بنحكي على الاشياء الترند خلينا نحكي، وكل واحد له فقرات معينه. أنا, انا حسب ما فهمت منك يعني تحت الهوى انه انت مهتم بالرياضه شباب. انا اه مهتم انا بحكي بفقرتي فقرتي حلو، انا بحكي بفقرتي عن آه. الرياضه بشكل عام وكره القدم بشكل خاص. كيف خالد لبيب خاني. المهندس اللي رايح يكمل مصر دارت اعمال مهتم في الرياضه كما. وتحديدا كره القدم آه. مين بتشجع تعرف خالد؟ بتعرف بشجع ليفربول <applause> وافتخر الحمد لله بس ليفربول انا اسمع انا بصراحه من يوم محمد صلاح ما صار ليفربول انا بعرفش قدم اصلا بذكر الفتوى الايام كان والله والله بس 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 انا يعني محمد صلاح ما عرفت ليفربول عندي عطول. والله مشكله مع الناس اللي بيحكوا لي <applause> <applause> انت بتشجع ليفربول من وقت والله بشجع قبل جد عندي مشكله مع هذا الموضوع آه. بالذات شعر كيرلي وهيك ما صحيح عملته يعني هو كل الشعر الكيرلي يعني اه, آه محمد انت عامل طرحة. كيرلي وبتشجع ليفربول فانت بتشجع عشان صلاح هيك بيجي هذا الصوت هيك عرفت الصوت الناعم اه اه, آه. آه, <applause> آه عارفه بس بدي نحجزيه مثلا نصح شوي قص سمعته ونحف ورجع الناس بدي يعني ما حاسه مر علي والله اه هذا انا لا انا قاعد بس انك تحكي انه انت طيب هلا انت راح تقدم الاشي الاشياء بالرياضه مين تحديدا رياضه أوكي. يعني مهتم مين بتشجع بالرياضه كاس العالم إيه صراحه اسمع احنا كمنتخبات أوه. جيلنا جيل انديه مش جيل منتخبات خلاص هذا دخلت لك موضوع جيل جيل انديه مش صحيح. جيل منتخبات فاحنا بنحب الانديه فانا ما بدي احكي لك بتبع بكل لعيبه الانديه تبعتي وين بتروح بس انا بشجع منتخب الارجنتيني كيف طيب احنا آه اللف, اللف 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 اخونا خالد آه رح بيعتذر ويطلع اخونا خالد لبيب عشان ايش انت مين بتشجع احنا اللي عمركم ما فزتوا علينا وبالتسعين 90 اخذناها منكم المانيا اذا في زي اي شيء بدك تحكي عنه اصلا بقول المانيا اعطيك معلومه عن المنتخب الالماني اه المنتخب الالماني بهي الحياه يا جماعه ايوه يا بتحبه آه. يا بتكرهه سبحان الله مستحيل ما في حدا حد... لا 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 سنة في ناس مثلا اي والله واحد بحكي لك ليفربول اه بتعاطف معاهم الارجنتين اه المانيا يا ابيض يا اسود ما في حدا اه والله بتعاطف معاهم أو... يا بتحبه يا بتكره آه انا بقى نيابه عن آه... والله... نيابه عن توماس هاسلر بحب اقول لك بدناش حدا يتعاطف معنا نوق كاس العالم هيك يعني بح... احنا احنا بنجيبوا معنا بس والله حضرت اربع كاس عالم بحياتي ما المو... انت دارس في المانيا بتشجع الارجنتين؟ عشان ما... انت حكيت للالمان أحب... هذا الحكي؟ لا ما عرفت انت قلت للالمان انك جاي تدرس عندهم وتشجع الارجنتين ما ما راح يسحب المهندس خالد لبيب ما بيسحبوا صح الماستر ما بيسحبوا الماستر؟ ما راح يسحبوا ما, <applause> <applause> ما دخلوك اصلا من المطار حضرت اربع كاس عالم بحياتي ثلاث منهم طلعوا الارجنتين من المانيا طبعا أو لا لا طبعاً انا حضرت انا أو أحضرت 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 اول سوار. كاس عالم حضرته 90 انا انت ما بعرفش تحت. إيه؟ انا انا 2006 اول كاس عالم انت ما كنتش اصلا بالكوكب انا تسعين. حضرته اه انا 96 وكان مارادونا معاكم وفزنا آه. وبريما اللي جاب الجول وبلنتي مبسوط وانا منتصر والله اول مره منتصر يا اخوان بحياتي الأمان اول مره اشوف حدا ارجنتيني اصلا فيش عندنا ارجنتيني لا والله في لا جد بتتكاثروا يعني بالاردن عادي اه عادي زي الناس طبيعي طارق بشجع الارجنتين ماشي انا اتركك وحتعرف الصح لحالك هي كاس العالم جاي بقطر انت حتعرف الصحيح دانا يس مش حقول لك بتشجع مين انا والله ما لي على الرياضة واضح اني بتشجع من الاخضر بين بأصحاب انا صراحة فقرتي كثير لذيذة وحلوة بتحكي عن حياة مشاهير يعني مشكله ما بدي احكي كثير احرق الـ والله انا مش حاب حدا يحكي عني اصلا في البال يا يعني برنامج اصحاب بس انه ماشي اوكي ما يعني, يعني اذا اصرت يا اخوان انا مش عندي بدي اقول انت لك حلقه لحالك انا اكيد أه على حجمي اكيد بدي حلقه لحالي <applause> 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 حياة مشاهير مين بيقدوا المشاهير يعني منوعة هو جد برنامج بخاطب الشباب ثقافي اجتماعي كتير حلو وقريبا ان شاء الله رح يطلع فترقبوه هلا احنا متعودين الصبايا بيحكوا لنا شوي عن الفاشن وهيك لانه صح. احنا شباب اه احنا بنحب نكون بنغسل وجهنا انت عارفه يعني مش فحيكون في جزء من اكيد ها. طبعا يس اوكي اوكي بس انا ما رح اقول عشان ما احرق ف... لا لا ما لا على براحتك انت بدك احنا... تحرق لنا كل شيء من الاول متى اول حلقه صحيح قريبا قريبا, قريباً. ما, ما بنقدر لسه اه ما بنقدر آه. مخبيين حتى علي يا اخوان شفتوا حدا بخبي على زميله والله <applause> شفتوا زي اللي بغششك في في الامتحان غلط شوف احنا بدناش نخبي بس احنا كمان خايفين ننبرش اذا حكينا <applause> اه <أخوة. تصفيق> <applause> في حدا ولا دانا السوشيال ميديا دانا ايش مولعه السوشيال ميديا لا ايش وضع؟ يعني إيه؟ لا انا عارف انا بتابع يعني بس انت ايش وضعك مع السوشيال ميديا انا اوريدي انفلونسر على الانستغرام حلو المحتوى تبعي فاشن ستايل لايف ستايل كوميديان هذا اخر Comedian. يس ما والله للاسف رجائي في ايطاليا فمش فيش أنا كوميديان هون ايوه <applause> أنا الكوميدي تبعي بارت يوميات شاب أردني يعني معلش يا جماعة <تصفيق> 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 احنا أنا حقوم أنا تعمل اليوميات ف... <applause> أنا ما راح أحكي بنصحك أنت بس أنا يعني عم بحكوا لي شيء بال إيش يا نال؟ ش... آه أوكي آه 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 بيقرب لك التنين هذا سمتاح يختلف عن التمساح بيجي بيجي له منقار انه ليس تمساحا عاديا شو اللللل شو بتعرفي لبسه الملكه اليزابيث كيف كانت؟ مم. ممكن نشوفها على الهواء يا اخوان يعني يا ريت تورجونا اياها عشان بس تعتبر يعني هلا حيورجونا اه هلا حيطلعوا لنا اللبس عشان يعني تحكي لنا انت أنا يعني مش فاشن ستايل بعدين شوف <applause> هي بعدين ايش القصه شاب اردني ويعني انت اصلا بنت وحواليك اثنين شباب وانت اكيد حتبهدلينا كشباب في الاشي اللي عم تعمليه اكيد مش صح مش يعني صح يعني هلا هو نوع فكاهي يعني دول إيش يا جماعه اخذين الموضوع <تصفيق> شخصي <تصفيق> وين حس الفكاهه <applause> عشان وين والله. وين حس الفكاهه تبعك قل لي انا قلت لك عن نفسك اوكي يعني انا يعني انا انا يا اخوان انا بدر مني هذا الاشي اعوذ بالله انت فكرتني رائد فضاء هو ما هو ما حكى لا لا ما ماما لا لا انا بأ... انا بترمي في سقف السيل ايش بدك تفضل ولي هذا بيقوم على الذبح دغري وعلى قواص ولي بلاش بلشت تقول لك ولي شوف القواص اخوي عمر يختلف مش آه طبعا احنا طبعا عمر ايوه شو شو تحكي لنا عن برنامج اصحاب شوف برنامج اصحاب رح يكون واحد من البرامج اللي بعتقد انها رح تضرب يعني لانه البرنامج لطيف الله. كثير حلو <أه> احنا الاربعه زي ما قلت لك في هيك كيمياء لطيفه صارت يعني فان شاء الله راح تكون طالعه على الشاشه والناس راح تحبنا يعني زي <applause> ما انا حبيتهم كمان انتم راح تحبوهم مش انتم انتم انا وانتوا انا كثير مش عم بقول انا اكثر واحد بيحبك انا اكثر واحد بالفعل يعني راح يكون بخاطب الشباب بشكل اخص يعني بس فعليا انا هاي الجمله سمعتها وشفتها كمان باعداد البرنامج انه بيقدر يحضره طالب صف ثالث وبيقدر يحضره دكتور صح. جامعه له بدرس ست سنين مثلا عارف شو قصدي؟ اوكي آه. رح يغطي كثير اشياء من نواحي حياتنا رح نحكي فيه عن كثير اشياء متنوعه يعني انا بالذات رح اكون بحكي عن الامور الفنيه الثقافيه غريب يعني, 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 يعني جايبين دكتور بيطر يحكي عن الفنون اه, آه, آه فاهم غريب دكتور بيطر والماستر تكييف التبريد يعني مش معقول حتحكي عن الامور الفنيه راح نحكي عن الامور الفنيه حلو معناته احنا يعني انا بضمن انه اسمي يطلع كل حلقه انتم <applause> <applause> عارفين يا اخوان ما بالرياضه <applause> بتطلع بكل شيء طالع بالرياضه بالفاشن بالفنون اه طبعا كله كله هي الصوره طلعت معنا وين الصوره ورجونا صوره الملكه اليزابيث آه. ايوه وين على هاي الشاشه ولا على هاي الشاشه عشان انا اعرف وين اطلع يا اخوان الله <applause> اه, آه. بلشنا يا امان بلشنا السيمولوكي. لا بقى حبيت احط اعطوني البرنيطه بس اعطوني و... البرنيطه برنيطه امان الحج توفت برنيطه ايه ورثتني البرنيطه <applause> لا هي الامان هو ال... هلا وكان الامير تشارلز هلا صار الملك تشارلز الثالث شفتوا صورته بال لابس من فوق بدله ومن تحت نور بتعرفي ليش مشان اسكتلندا صح لا هو لانه من فوق ورثه الوالد ومن تحت ورثه الوالده فيعني <applause> 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 يا الله لا يجعل كبرتي مثل كبرت انا نص تحت مدرجه مدرجه اه مدرجه بعدين مرصعه بالذهب اه والبس ارباعها هي من من منصاص لا احنا محظوظين بصراحه يعني انت يعني وانت طالعه من البيت ما حدا نصحك باللبس قالوا لي احلى منك ما فيش قالوا لك احلى اه يعني شوف احنا احنا الاردنيين بنجامل كثير بصراحه يعني بتجامل لحد ما نفسد الاخر فاهمين طب شايف كيف انا عندي حس فكاهي لكم شايف ليش انا بحب قلتكن؟ قلت مين خلاص <applause> شوف التيك توك تبعي بعدين تيك توك انا يو. حدا بعمري بينقال له تيك توك <applause> ليش لا؟ <applause> ليش؟ ليش استاذ؟ لا 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 ما لا انا كبرت <applause> على القصص <الجزء> هاي <الصحيح> ليه لا استاذ عادي مش استاذ, استاذ عادي ابا ابا ضمور المشكلة انه هي ضمور بس ما بينفعش اقول لك ضمور لازم الضمور لا ضمور آه آه أنا عمر الضمور بده آه ب آه انا تبع هات شايف لعاد احنا كبرنا يا عمر الترجمة وين هو؟ ايش؟ الترجمة وين؟ الترجمة لا الترجمة وين؟ في كبسة السبتايتل عندك بالاخضر تبعك انت كبسي بيطلع تحت على طول طيب انتم طبيعه دراستكم مختلفه تماما هلا بعيدا عن عمر شوي لانه الى حد ما له يعني بالظهور قدام الناس وقدام مشاهدين بس انتم يعني الحاله اللي انتم جايينهم جدا مختلفه كيف فكرتوا اصلا بهذا الموضوع السؤال إيه حاسس آه؟ شوف طلع السؤال اللي حاسس انا, أنا صبر لك واحد اصلا خالد. ابن عامل فنيه <applause> متعود على الجمهور عادي فيضل انت وياها فتفضل يلا بسم الله. اييه بلش الموضوع كان شو كيف بلش الموضوع؟ الصلاة والسلام على بلش الموضوع روحت <applause> من المانيا ايوه وبعدين؟ لا لا قبل 2019 قبل ما تروح من المانيا قبل ما اروح على المانيا اه قبل ما تروح <applause> اصلا قبل اصلا اوكي <applause> ب 2019 شهر 5 بعد ما خلصت جامعه اه <applause> كنت قاعد متى خلصت جامعه؟ ب 2019 <applause> 30 2019 30/4/2019 اه ب 8 ب 30/4 صورت اول فيديو بحياتي بعد ما خلصت اوف صورته كان هيك فيديو تخويت انا بشجع ليفربول خسروا من برشلونه 3-0 فصورت هذا الفيديو انه كان عندي صلاح صغير كلو هيك بتخوت عليه صلاح صغير هذا؟ يعني هيك شو اللي صلاح صغير صلاح صلاح هيك حجمه يعني اه دميه عندك دميه, آه دمية آه ولا شكل آه فكرت عندك صلاح صغير ليه ليه هيك عملت وصرت الفيديو والله الناس عجبوا اه عجبهم الفيديو مم فبس فاز ليفربول 4-0 عملت عكسه بالضبط انه شكرا ليه, ليه انه هيك عملت بلشت عملت العكس اوكي ضليتني بعدين من شهر خمسة مم. لشهر 12 تعلمت مونتاج عشان اصير انا اصور اوف تعلمت مونتاج مهندس بقدر اتعلم اي شيء شفت ايش فادتني الهندسه الله, تك... الله على التواضع الله عليك يعني انا مبسوط <applause> خلاص انه تعلم المونتاج و تعلمته صورت اول فيديو ب 14/12 اوكي 2019 2019 ولهسه بصور بس تركت اليوتيوب شنو كثير ممل وكثير بتعب وبده استمراريه والتزام خلص بكفي بضلش. رحت على الانستغرام اصور ريلز. رحت على الانستغرام اصور ريلز اللي هي اسهل دقيقة ونص هيك وبحكي خلص عن المباريات وهكذا ويني وصلت هون. تيك توك؟ هو الانستغرام وتيك توك يعني نفس الشيء. انا جيل التيك توك بيزبط معي. جيل التيك توك اه. انت كبير شوي. انت معك رخصة سيارة ولا تيك توك برضه؟ لا معي رخصة سيارة. حلو. اخذتها 2 3 2015 2015 شو زمان؟ أنا مستحي أحكي أنا ب 92 أيام الثلج الكبير بتسمع في الثلج الكبير ب 92 أنا كنت مخرب لي صور بخرب الحارة أنا م... <applause> كم عمرك؟ إيش؟ لا أنا هون من زمان <applause> لا بل... إيه؟ يعني أنت عارف إحنا الإسلام لما دخل نعم... الأردن أنا كنت قاعد قاعد لهم أنت فتحت لهم الباب أه أه رحبت فيه وعارف جاي الصحيح فتفضل لا أنا زمان والله كل ما أحكي لك شيء بتحكي لي زمان 90 خلص انا مريض 84 يعني إذا كثير طيب طيب يعني ال 90 يا ما كنتش تميز ايش بتحضر بتقول لي اخذت كاس العالم لا انا برجع لك هذيك القصه لا بقى انا هذا يا جد اول كاس عالم بتذكره 1990 كنت صف اول لسه اه صف اول شوي يعني عن جامعاتكم هسه تعليم قديم انا هضل. صف اول بتجوز على شمعة <applause> كنت تدرس على شمعة اه كنت تدرس مش هيك لازم هيك كانوا يعطوا علينا زمان والله على عضو الشارع والله كنا ندرس على شمعة امشي بالثلج والله الحمام برا البيت لا شمعة ولا ضل شارع ولا يعني انا ضل يعطوني انا أعطوني الاجوبه افوت على الامتحان راح ارسب كنت بس الحمد لله <applause> الاشياء مشيت بس طيب انت طب راح تحكي لنا شيء تقني مثلا في البرنامج كونك مهندس ممكن والله لو وقعت من تحت والله ممكن آه, آه, لي آه, آه إياها يعني اسمع مش بس بحكي رياضه ممكن اي شيء صراحه اقدر احسه هيك اقدر اسقطه على نفسي واقدر اعطيه بطريقه كويسه اني اعطيه وهذا اللي احنا بدنا يعني هو الموضوع انه احنا الاربعة برضو معنا برضو احنا الاربعه برضه معانا هبه برضه متكاملين طبعا احنا راح نكمل بعض بطريقه ان شاء الله انها تكون كويسه وحلوه يعني يا هي هي الفكره بالبرنامج بس احكي لك شغله امجد هو البرنامج فعليا راح ينحكى فيه بكل شيء كل شيء كل شيء يعني اي موضوع بخطر على بالك مثلا حتلاقينا حكينا فيه يعني, يعني من, من عمر مثلا 16 17 سنه لغايه 45 اكبر أكبر آه كل يعني أنا آخذ راحتي يا أيوة مين يعني متغربح. عادي يعني آه والله <applause> قديش عمرك؟ والله 60 سنة بس بتابع البرنامج أموري تمام <applause> عادي اه ما فيش مشكلة <applause> إن شاء الله آه عمر آه أنت حتقدم فقرة معينة أو توجه معين بالبرنامج اللي قلت لي إشي الفني شوف هو زي ما حكيت لك احنا فعلياً كلنا رح نحكي بكل إشي وكلنا رح آه نتناقش ونلعب ونعمل تشالنجز والتقارير واللي مع بعض بكل المواضيع بس مم فعليا كل واحد فينا مختص بشيء معين مثلا فرح يكون مركز عليه اكثر بحكم الخبره يعني علشان مم انت تكون ما تكونش بنهبد عرفت يعني طبعا تخيل اطلع انا احكي عن كره القدم مثلا يعني او انا احكي عن كره <applause> او انا احكي عن الرياضه عموما او احكي عن يعني, يعني, يعني فاز او انا مثلا احكي, <تصفيق> أحكي <تصفيق> خلص بحكي عن ايش مين فاز من خسر ما ما الي ما الي لما يا اخضر يا <applause> جماعه <applause> <applause> وكنت طبعا و... اكيد تحياتي للدكتور بشار حوامده كان قبل شوي يعني اسمه انذكر تحت الهواء حكينا في الموضوع إيش عن ايش عم تحكي عن ايش راح تحكي يا دانا انا الحمد لله بمجالي فنانين فنانات اطلالات لبسات طلعات جيات اطلالات يعني طب كان نصحتيني قبل ما اطلع على الهواء شو اطلالتي اليوم؟ بتجنن بتجنن بنصح يعني انا نادي الوحدات ياخذ باللبسه هاي بصراحه يعني طب بنحط لك رقم ورا اعطيني <applause> طابع والنزل <applause> على الملعب تخيل الوحدات بيلعبوا في هاي اللبسه <applause> اول ما يعمل هيك البنطلون حينشرط لا لا كان الحكم فوزهم من اول مرة <تص> كان اعطاهم الكاس وروحوا حي حينشرط بتقول لك اختلاف ايش مهندس؟ لا ولا شيء مهندس خالد لبيب عيوني ب... عيونك ايش؟ وانا بحن... يعني طالب لسه جواب يعني... على اتش ار يعني... لا لا جو المصانع قدر <applause> لا, لا 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 عيد <applause> عيد خليني اخذ وضعي احسن مهندس خالد لبيب تفضل علل علل شو؟ <applause> مش عارف بس انا هذا <applause> اسال <applause> سؤال ب... اذكر فوق شجره الليمون اسمع اصعب سؤال بيجي أوه. صراحه ما بعرف يعني اكثر شيء بحبوش بحكي احكي عن حالك ايش ما كنت عامل او بعرف احكي عن حالي هيك بس وبالذات اذا حكى لي بالانجليزي إيه انسان الدبكه بصير اجب هيك بالانجليزي أه. ما آم اسمع شو صعيد الجامعه الامريكيه لا بس, بس يجيك فجاه يلا احكي عن حالك بالانجليزي هيك فجاه صعب تحكي الماني تعلمت أولهم بعدين اكتشفت انه ما راح اكمل بالبلد فجأة اكتشفت فجأة طيب. بالموضوع اكتشفت انك رح تكمل بقى بلد فاشلة شو بدك فيها؟ لا مش في والله يعني. بحب بحب الوطن بحب الوطن طيب اطلع لي اطلع لي فيها يا مخرج طيب دا. احنا دا نطلع فاصل عشان ناخذ حبة تحت اللسان ونرجع <applause> عشان بعد الفاصل راح نفتح الخطوط ناخذ اتصالاتكم وتشاركونا عن قصص نجاح الاردنيين بالخارج اللي يعني سبحان الله معنا المهندس اللي كان في ألمانيا يعني احنا بعتين لالمانيا مهندس وكمل عندهم دراسه مش لله في لله لا انت بصراحه يعني انت الليل ليلتك عريس ما بدنا نحكي عنك طيب رح نطلع فاصل صغير نرجع واكيد رح نفتح الخطوط وتشاركونا على رقم البرنامج 06 56999 وراح يبين الرقم هون أيو عشان بطلع على الشاشه انا يا اخوان فايو ايو ايو كيف صح؟, صح؟, صح؟ طبعا الشاشه هي الشاشه اللي ايوه ايوه 569 0099 فاصل صغير وبنرجع علشان ناخذ اتصالاتكم خليكم معنا عدنا معكم اعزائنا المشاهدين المستمعين اللايفين اللي هم متابعونا باللايف، تحياتنا اكيد لكل الاصدقاء اللي كانوا معنا من اول حلقة واللي انضموا لنا واكيد يعني ضيوفنا اللي اولاد امبارح حيصيروا زملائي الواحد يعني تعبان من المو... بس خلص بدنا نسوي لا حول ولا قوه الا بالله وهلا حنبلش اكيد فتحنا الخطوط على الرقم اللي حكيناه قبل شوي لانه ما حدا يرجع يسالني عنه لان اكيد مش حافظه بس هو 06 569 099 هاي مبين هون هاي يعني عشان ما حدا يحتاج اني يعني لانه على الاغلب انا بنقل لكم اياه غلط انا رقمي مش حافظه <applause> ممكن المخرج بس تضحك تسكر الليل. المايك عندك عشان انا بعرفش اسمع حدا بيضحك وما اضحك ما بقدر ابصر <applause> ليش سبحان الله مهندس يعني شو بدنا نسوي تعرف انه انا درست هندسه؟ كم يوم؟ ايش؟ كم يوم؟ كم يوم؟, يوم كم يوم؟ هيك <applause> يعني حسيت صراحه كنا ربع ساعة انا اخذت مادة مرة مع طلاب الهندسة وكانت ومش مزح كانت المادة <applause> كالكولس اه اه بس هي عادي اي حدا يعني مش بس للهندسة بس كمل لا انا اللي تعبان انا ما قلتش آه انه المد المادة اللي فيها مشكلة انا اللي يعني انا اللي يعني انا مستغرب كيف نجحوني بالسابع انا طلعت نتائج التوجيهي انه امجد ناجح لا انا شكرا على الثقه الغاليه هاي صراحه يعني, يعني شكرا لكم رفعوا الافرج وجبت انا بتعرف انا انا اللي اظن انا ظلت بالجامعه 12 سنه ما شاء الله كنت مش العمر دخل والله دخلت 2002 طلعت 2014 انا في طابق بالجامعه باسمي انا اللي صار اضل عف شو اسكن فيه بس انا تركهم شوي يعني هاي هاي الفتره <applause> 12 سنه بس حولت تخصص المفروض صح ولا ثلاث تخصصات آه حرب او مثقف كنت اه انت من المؤسسين يعني مؤسسين آه. شو طلعت من الثلاث تخصصات؟ ايش؟ شو طلعت من الثلاث تخصصات؟ طلعت هيك طلعت <ثورت> زي ما بدك طلعت الشاب الصح وين الشاب الصح بيأشروا لك علي على طول بعدين لما كل حدا اقول له مثلا والله انا شو تخصصك يكون بتاخذ يعني محاضرات ب... بتخصصات عاديه عفوا بمحاضرات عربي انجليزي كذا حاسوب شو تخصصك؟ انا 160 كيلو رياضه فيفكرك اول شيء بتمزح على آه طول جد آه, اه والله بس يا اخي غريب انا عاد كنت ما بعرف ليش بتفاجئ صراحه هلا انا كنت وانا تخصصت بالمناسبه انا بكليه الرياضه تخصصت شطرنج وتركت اصابه كتفي مع انه قد <applause> ما <بقى> <تصفيق> بتحرك <تصفيق> الفيل الفيل بنط الفيل 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 صح والله بلعب بلو طيب لحصان احنا بلو. نركز طلاب اللي بيطلعوا هندسه يدرسوا احياء منيح، فيل ايش اللي بنط؟ الحصان اللي بنط الحصان بنط والفيل ايش بيعمل؟ الفيل بيمشي على ال... الفيل بزغرت برفع الزلومه وبزغرت عادي زلومه <applause> <applause> فيش في انا في المانيا؟ لا ما شفت <applause> ما شفت غريب مع انه بالهند مليان <applause> ايش خالد؟ عايشين لا انت كان لازم استغليت رحتك على المانيا ورحت شفت لك حديقه حيوانات مثلاً أروح أشوف فيل، أنا تاني كل حياتي أروح أشوف فيل هو بيزغرت تشوف فيل؟ أنت جيت في جمال أهلاً وسهلاً بالاستوديو أي وقت والله ألو ألو أيوه سلام أهلاً أهلاً كيفكم شو أخباركم؟ وإحنا بناخذ <applause> العقل، أنت كيفك؟ منورين والله بتجنن اليوم والله كل حبيبي يوم. يا يزن انت اللي بتجنن اليوم وكل يوم ويا رب يعني طول حياتك ضل بتجنن الله يسعدك يزن نعم يزن انت في عمان صح؟ ايوه حاب تطلع برا الاردن؟ اه وين وين حاب تروح؟ والله على تركيا على تركيا لا مش بقى يعني انا مش عم بحكي لك عن رحله سياحيه انا بحكي عن يعني دراسه حياه حاب تروح مكان؟ كيف مثلا في الاردن جوا الاردن برا الاردن اساس تركيا اللي في الكرك ما ايش يا يزن ايش هيزن؟ آه حاب تطلع برا الاردن لا لا ليه يا اخي بتذكرني بهيك شاب مهندس الله يسهل عليه تعرف عليه من فتره اسمه خالد لبيب وصل المانيا ورجع يعني فكرته عن الفيله غلط مثلا مثلا يزن نعم انت قديش عمرك؟ 12 12 مع انه عمرك بعطي أك... يعني صوتك بعطي اكبر شوي لا والله اي صف يا زن؟ خامس سادس إيه؟ اي صف يا زن؟ ما هي ضع دائرة ما هو اي صف عادي يعني اي صف خام... يا خامس يا سادس ما هسه بلشوا ترفيع ترفيه, ترفية. بلشوا سنة جديدة يا زن سادس سادس مش سادس, سادس. 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 سادس انا سادس اه انت خلاص. طالع على الصف السادس؟ آه انا على فكره كانت هاي احلى سنه في حياتي لانه كل المعلمات كانوا بيقربوا لي فنجحت هيك صراحه <applause> على اكذب اقول والله كنت لا. اينشتاين للامانه لا يزن انا مبسوط كثير نسمع صوتك و... واحنا سمعت صوتك قبل وبنحب نسمع صوتك دائما وبكل الحلقات دائما تشاركنا تحياتنا اكيد لك ولكل اللي عم بيسمعونا معك وهي اسمك دخل على السحب انا راح اربح الجائزه اللي هي 100 دينار فما عادي يعني ما, يعني ما أسمع الناس عادي بس انا اللي بربح جميله شفافيه الخير بس الورده جميله يعطيكم العافيه وانا بقول جميله راح تتصل وين يا جميل والله هينا دائما متابعيكم بس قبل ما يعلق الخط معنا الحمد لله هو انا اقول لك شغله الاستاذ رامي المخرج والاستاذ ينال المعد بيفصلوا الخطوط ما بحبوش يستقبلوا اتصالات <applause> فانا يعني بحكي لك على الهواء عشان ما تلوميناش لا حرام ما شاء الله عليهم كل اللي بالبرنامج ما شاء الله عليكم أه كل اللي بالبرنامج أه بس انا اللي مش ما شاء الله علي ما شاء الله منور وانا ما شاء الله علي آه لا مش منور هاي الكشافات آه جميل بتقول لك كل اللي في البرنامج انت معتبر حالك مش في البرنامج يعني ولا عشان قاعد على مكتب لحالي لا انا طالع لحق انا موظف حول مدنيه حاليا مش <تصفيق> <تصفيق> جميله اه نعم راح تتابع برنامج اصحابي يا جميله ان شاء الله والله شفت انا دعاياته وما شاء الله عليهم شباب مبدع والله شكرا. شفت والله متعودين احنا هيك حق يعني ده. احنا انا لما كنت بهذا العمر ما كنتش هيك بصراحه انا حاسدهم كثير انا بهذا العمر كنت بلقط أسك دنيا من عند الجيران يعني طب كويس احسن من الخشخاش خشخاش ايش؟ عرفتوا هذا <applause> كنا نسويه مربى <applause> مربى طيب يا رب ما حدا يسمع هاي, هاي التفصيله تحديدا جميله معك <applause> <مهار> <مهار> ليش الواحد برا الاردن بينجح اكثر من جوا الاردن؟ شوف هو احنا الحمد لله يعني بامكانياتنا وشيء قد ما بنقدر بنقدم من للشباب بس في امكانيات متاحه لهم برا اكثر شوي غريب مع انه انا مش مقصر معاهم والله ما شاء عليك انت مش مقصر بشيء الله يخلينا اياك الله لا موجود والله الله يحرمكم مني انا عارف والله يا رب جميلة إن شاء الله إن شاء الله إنه بتصير الفرص لل... للناس برا زي جوا إن بالشباب دائما إحنا أنا مؤمن بالشباب عشان هيك ولا حاب أشوفهم يعني إجمالا بس أنا مؤمن فيهم حتى بديش أحضر ولا بدي ولا بدي أشوفهم يعني أصحاب أصحاب آه يعني أنا أنا مش طايقهم حاليا يعني بلا أصحاب بلا هب انا تعبان منهم من هسا الله يسعدك الله يسعدك والله لسه ساعد. في <applause> <محترم. تصفيق> <applause> <بصح. تصفيق> <applause> <applause> احرجنا زميلنا والله آه زميلنا طبعا تعرف خصوصا انك يعني كنت في المانيا آه. <applause> انت جاي محترف صح؟ اه باخذ عقد اكثر تأخذ عقد اكثر اه بدل سفر وهيك جبت لنا شيء من المانيا ولا؟ صراحة ما كنت شو بده يجيب لك؟ ما كنت اعرف ايش ما كنت اعرفك طيب ليه يعني يا لو لو كنت حاكي لي وانا هناك كان اقسم بالله ما جبت شيء شوف يا اخي انا انا مبسوط في. الاستاذ خالد لبيب 40 مباراه دوليه جولين في حاله عشان الحارس تبعه اقرب وله عليه وانا بنو يهجم وكذا يعني بتغلب انا بتتغلب حسبي الله ونعم الوكيل بس معانا محمد يا محمد الله يسعد مساك مثل الورد ومنورين والله الاستوديو كيفك محمد الحمد لله محمد نعم شو اللي ما بتحب تاكله نعم شو اللي ما ب... شو الاكل اللي ما بتحبها البصاره شو هاي؟ هاي بتكون زي عدس وملوخيه مشان زي هيك ايش؟ عدس <applause> وملوخيه بصارة 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 أنا أنا بسمع عند المصريين بالأفلام والمسلسلات بيحكوا عن آه. البصارة بس أنا بعرف شو هي بصراحة أنت عارف شو هي؟ أنا بعرف شغلة وشغلة وحدي أيوة أنا مشجع ألمانيا شوف أنا يعني قلبي بده يعني بده ينط على المكتب هيك يعني هي فاهم حج وانا حج بحكي عماني. لانصار الارجنتين ايوه انكم انتم عندنا الطفل المدلل في كاس العالم دائما ايش؟ أي انتم الطفل المدلل في كاس العالم بنسامحكم كثير وبنعديها لكم يعني بنعديها لكم اه شفت والتاريخ شوف. والتاريخ بيشهد والله عايز آه، احنا مره كان 4-0 2010 مش كاس العالم الماضي اللي قبله 2010 اخذناهم منهم من, اخذنا منه من 90 واخذناهم من 2014 واخذنا اه يعني اسمع لو اخذوا كاس العالم هم مروحين بنتناولوا من الطياره احنا ما عندناش مشاكل يا محمد احنا ايدنا طايله بالضبط طايل احنا اه اه بي. بالله مين اشهر حدا عندكم؟ بايرن في برشلونه ايده طايله عليهم انت برشلوني؟ انا لا بايرن ميونخ كمان طيب أي... انا بدي اقول لك شغله بشجع المانيا طيب بشجع اي نادي ثاني صح صح اللي بشجع المنتخب الالماني اللي بشجع نادي ياسفر. الماني بحب المنتجات الالمانيه بالضبط. بدرس في المانيا بنسمع الناس حكي يا اخوي محمد عادي يعني مش عشان يعني عشان الناس يعني في بعض الناس مش <applause> عارفه هذا الموضوع <applause> والله ما اشكرك يعني جدا محمد محمد بدي احكي لك شغله ضروري تتابع برنامج اصحاب لانه يعملوا اشياء كثير حلوه حاجات فقرات <applause> لطيفه وممتعه وبالنسبه للأخو الأرجنتيني بدنا نتحمله شو بدنا نعمل؟ الله يعين احنا كالمان بنتحملهم يعني قلبنا كبير احنا اه, آه شباب اول طلعتهم بالارجنتين قلبنا كبير قلبنا من كبير حبيبي محمد شكرا كثير محمد ويا رب دائما تضل نتابعنا وتسمعنا وهي اسمك دخل معنا على السحب وما حدا راح يفوز غيري يا اخوان عشان انتم تكونوا بالصوره لانه انا يعني اخر شهر انتم عارفين الواحد بيكون بحاجه مصاري والجائز اليوم معنا 100 دينار كاش فانا اولى فيها بصراحه وانت حبايبي يعني وفاهمين السلافة انا زلمه صاحب مرض اجيب فولترين ادهن ركبي كذا هيك المسائل <applause> عم تضحك على ايش عم بحكي عن معاناه ركز معايا يا عمر انا يعني انا بقدر اساعدك على فكره حلو تخصصي بالطبيب بيطري طبيب بيطري بقول لك او تكييف وتبديل يعني هي تكييف المشكله انه يعني <تصفيق> يعني هو تحديدا انا مش قادر احكي معه يعني يعني هو ابن عائله فنيه واهله اساتذه ويعني احنا نتفهم بعد بس نخلص من البرنامج بس يخلص الهوا واحتمال اول حلقه يطلع برنامج أصحاب يطلع عينه زرقاء انا يعني انا اعتبره اعتبروه وعد يعني <applause> وبعد اتصال احلام سعيده ولا كيف؟ اهلا يا احلام كيفك منور والله لا والله الاضاءه يا احلام ولا انا تعبان <applause> كيفك يا احلام شو اخبارك الحمد لله تمام كيفكم نورين ضيوفك برضو من الاضاءه والله يمكن <تسجد> إيه الاخضر اللي لا ما بتحب اللون الاصفر انا بحب الاخضر <تصفيق> 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 هي ما انت ما بتحب الاصفر ليش يا احلام بحسه كثير لافت يعني كثير ايش كثير ملفت كثير كثير ملفت, <applause> ملفت. آه <applause> آه يعني على اساس يعني اشاره المرور <applause> اللي معنا يعني <عايي>. ولا مش شايفينها <applause> يعني اه اخضر فعلا احلام نعم ليش الانسان الاردني هذا بيختلف عن المواطن الاردني، الانسان الاردني بالمجمل الكائن الحي الاردني بنجح برا الاردن اكثر من جوا الاردن ب... بايش؟ ليش الاردني بنجح برا اكثر من جوا؟ وبرا مش قصدي جزد الحوش، قصدي برا الاردن لانه برا يمكن بكون في امور يعني متوفره احسن او شيء والله انا كنت اقول هيك لغايه ما عرفت خالد لبيب خربط لي السلافة كلها والله انت فهمني غلط اعطيني فرصه اشرح انا فرصة. الوحيد اللي فهمك صح على فكره انا <تصفيق> انا <تصفيق> مش راضي احكي اللي انا فاهمه عشانك <applause> خلص ماشي <شو> والله احلام <applause> أه أه. شوف اقول لك شغله اخونا خالد اها مهندس اه ما شاء درس الله درس في المانيا ما شاء الله زي ما انت شايف فينيون ايوه ايوه ما شاء الله شفتي ايوه قاعد ايش استفدنا انا هاي دارس هون انا جالس <applause> ورا العمر ورا الدار على طول طيب لا لا ان شاء الله الايام الجايه بتكون الامور معه انجح ان شاء الله, إن شاء الله. امور معه انجح هذا المشكله طلعت في انا انه قاعد جنبي <applause> طب انا غلط جيت اليوم على الحلقه ولا كيف يعني انا كان لازم طلعت على ايطاليا <applause> بدل رجائي ورجائي اللي قاعد هون يلا ما علينا ما علينا ماشي يا احلام ماشي تتصلي في حلقه ثانيه وبأستد منك نشكرك جدا احلام هي اسمك دخل معنا على السحب ويا رب دائما تضلي متابعيتنا وتشوفينا او تسمعينا حسب ما حسب الديفايس اللي عم تستخدميه بالحلقه دعاء يسعد مساكم دعاء مرحبا كيفك يا دعاء؟ تمام شو اخبارك؟ والله اوف اوف بدي ثلاث ايام احكي لك عن اخباري والله الله يسعدك كيفك يا دعاء؟ تمام الحمد لله اكثر ايش نعم اكثر مده ضليت صاحيه فيها يومين ضلتي صاحيه يومين ليش دعاء؟ شو في عندك؟ على فكره بحب الشنام تمام بس قبل ما نحكي بهذا الموضوع بدي اقول شو هالأخضر اللي منور معكم اليوم حبيبتي جماله حبيبه قلبي يعني شايف الزو شايف يعني اعزائنا آه المستمعين <applause> او المشاهدين على الاغلب انه دعاء صاحبه آه دانا لا انت شو ودانا دفعت لها حوالي 28000 عشان تضل الاتصال <applause> 28000 وقاعد يخون على السينمائي اه اه لا انا عارف بس افضل شو بدهم انتباهي بصراحه انا هلا شغلت الشاشه بس لفت انتباهي عشان هيك حبيت اقول انه عن جد بنور حبيبتي ثانك يو يسعد قلبك هلا بالنسبه للسؤال رح تسالني رح اختصر عليه. هلا احنا م. ما في أه ما في حدا يوصل مشاكل الاردن او اخبار الاردن او بشكل عام كل شيء بيصير بالاردن بشكل موسع بلاحظ انه الاخبار العالميه توصلنا بطريقه كثير سريعه في ناس وراها في ناس متابعه يعني ما هو شوفي ما هو دعاء احنا في مكان يعني شوي اقليميا الحرب هلا عم بتصير يعني بين اوكرانيا وروسيا فاوروبا يعني اللي هلا حاليا ما هو ماشي اوروبا مهمه حاليا بس احنا كمان ضررنا يعني بالحلقه الماضيه لما سالتونا عن الحرب مثلا وانه شو اثر علينا عن جد احنا اثر علينا فلنا نروح لدرجه انه الواحد يشتري إشي بسيط بقول لك لا غلاء اسعار لانه في عندك حروب طيب احنا لا, لا 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 انت ربطتي شغلتين ما لهمش دخل في بعض ماشي ماشي ماما أنا احنا غلاء بس الاسعار إنه بسرعة عندنا حتى لوكرانيا وروسيا حبايب يعني عادي <applause> لا بدي اعيط يا دعاء بس احنا لما نيجي <applause> عندنا مثلا موضوع بالبلد بتلاحظ انه البلاد الثانيه يمكن وصلها يمكن ما وصلها يمكن وصلها 1% بالغلط يمكن ربع الشعب اللي عرف هذا الخبر عنا بكون خبر كبير عنا بالبلد بس هم اي شيء تافه بكون وصلنا احنا قبلهم وفكرك المشكله وين يا دعاء انه ما فيش اعلام يعني كبير بشكل موسع انه يوصل كل الاشياء هاي كل المشاكل كل الاخبار الحلوه المش حلوه عنا يعني عنا كثير يعني اخبار حلوه مش حلو. أحنا حلوة, حلوه احنا عنا اخبار لا حلوه اصلا طلع الحق يعني علينا يعني على اه طلع الحق علينا يابا <applause> ايش دعاء يعني ايش لازم اعمل يعني أنا اطلع على جاي تطخي علينا يا دعاء معلش دعاء هيك معنا حكيت شيء للالمان عنا ولا ب... والله <applause> حاولت قلت لهم بس. عن عن لتر البنزين اللي صار يعني ب... <applause> ما كان <applause> لسه قلت لهم عن يعني. مواهبنا لا ما قلت لهم عن مواهبنا تفضل علمو... حكيت على حكيت كل شيء بس ما كان يسمع شيء ما لغه حكيت ما في لغه جميل يا امجد امجد نعم. خلص الزلمه عامل اللي عليه خلص لا تدق فيه اللي في عامل اللي عليه في حدا دارس هندسه ويعمل اللي عليه عامل اللي عليه ماشي احنا مسامحينه انا اول مره بحياتي بندم اني درست هندسه انا والله كنت حالي <نصوطني> بدي <applause> اشكرك دعاء ويا رب <applause> دائما تضل اسمك دخل معنا على السحب علشان انا اللي راح اربح بنشكرك جدا دعاء ويا رب دائما تضل متابعينا وتسمعينا احط اسمي ولا نيفين مرحبا كيفك؟ اهلا اهلا نيفين اهلا كيفك؟ ايش يا نيفين؟ احنا احنا قديش قاعدين بنستنى ترني؟ نعم؟ احنا قديش قاعدين بنستنى ترني؟ أنا احنا من الساعة 7 قاعدين هون والله أنا زمان بارين عليكم بس ما بالأصل خد معي والله يا نيفين هذا يعني يا الأستاذ رامي يا الأستاذ ينال لا ما شاء الله عنكم ما شاء الله بالعكس احنا بنحبكم بنحب نرن عليكم يعني واحنا والله بنحبكم بتحبوا ترنوا علينا بس بصراحه يعني اليوم احنا كنا مسكرين الخط مناش حدا يرن علينا ان شاء الله مش عارف ليش بس انا <applause> هيك حاب يعني استنى استنى <تصفيق> <تصفيق> نيفين انا بدي اسالك سؤال ايش راح تطبخي بس يجي راغب علامه اذا اجى؟ والله ما بدي أخلي شيء ما اطبخ له الله <تصفيق> <تصفيق> خلي على فورا احلى <applause> شيء انا مش مسؤول عن اي كومنت بيطلع من شباب يعني سواء <applause> عمر او دانا او خالد انا ماليش دخل <applause> ما حدش قال لك تجيبني على البرنامج <applause> ما ولا انا والله انا لقيت هون <applause> انا انا صحيت من النوم يعني فين انا صحيت من النوم هون انا كنت نايم على الكنبايه هاي صحوني قالوا لي قوم في ناس جايه تقعد هون وقعدوني على الكرسي مش كان لا والله انت الحلقه ايش؟ فارس كان نور انت نورت الحلقة ما آه, اه ايش نيفين؟ انت نورت الحلقة بكل الحلقات يسعد قلبك يسعد قلبك انا كشاف الحلقة مش نورتها انا بتعرف الحجم يعني بحطه كشاف نوار يسعد قلبك نشكرك جدا نيفين ومبسوطين فيكي واسمك دخل معنا على السحب ويا رب تكوني من الفائزين يا رب كلكم تكونوا من الفائزين بس المشكلة انه انا راح افوز فيعني انا كل اسم بكتبه بحط اسمي في ورقة ثانية فبتطلع 50% انا راح اربح او او حدا من ال انت حاط الاسم لازم تدخل اسهم صح انا ما شاء الله عليك صحيح. شو رايك دائما؟ والله 100 100 صح 100 100 عمر انا معك دكتورنا البيطري اخصائي آه. تكييف التبريد <applause> انا طب بيطري تخصص تكييف تبريد اوف تب... تكييف تبريد للحيوانات اه اه وللركب اه وللركب الحيوانات والركب شوف هو غريب, غريب شوي بس انه كويس معانا حسين مفرق انا حيد اهلا اهلا يا حسين هلا هلا بك شلون شو هلا يا حبيبي سلم لونك انت كيفك والله الحمد لله كيف حالك وشلونكم والله تمام يا اخوي حسين حسين قلبي يعني انا بعرف ناس مثلا ما بتحبش المكسرات ناس ما بتحبش البرتقال القطايف في حدا بحبش القطايف يا حسين؟ انا بحبش القطايف والله هي بس للعلم انت كرك عادي <تصفيق> 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 ايش حسين؟ انا اسمي حسن حسن <أتصفيق> حسن اه اه, آه. القطايف انا سبق تجربه في حياتي اول مره اكلتها فاكلتها يقول بصغري فما سبحان الله جسمي ما صارت معي يعني مدى الحياه جربت بس ما قدرت والله اني احس سبحان الله انا انا شاعر فيك لانك في كثير في اكلات اكلتها اول مره وكانت سيئه فيعني في راحت آه, اه خلاص ترجع تجرب وينسم بدنك وهيك في أشياء. المشكله صح. لو طلع زاكي في المره الثانيه حتتضايق انك اكلت اصلا في المره الاولى صحيح صحيح, صحيح. حسين انا بدي اشكرك جدا انك اليوم سمعتنا صوتك ويا رب دائما تشارك معنا و وبتمنى لك تكون من الفائزين بس يعني للاسف انه انا راح افوز فمش عارف والله يعني كيف بدي يعني اعمل لكم المعادله على كل حال وحسين كان اخر اتصال معنا اخراج الاستاذ آه رامي اكيد اكيد ولا حترجع لي بعد شوي آه؟ طيب اكيد هلا بدكم تختاروا انتم ثلاث ورقه وتقرأوا لنا معنا اتصال؟ ونحكي ونحكي اسمك لا بقى يعني ايش نحكي. ايش يعني استنى غدروا فيه انا اللي بعرفه انه المخرج لا يمزح انا هذا اللي درسته انا درست أه... تعرف شو درست؟ ما حكيت لك ثلاث تخصصات بس في واحده منهم رياضه اه فعلا. بعدين علاج وظيفي بعدين علاج طبيعي بعدين علاج طبيعي <applause> طيب. ولو صبروا علي ما يحول طب وكان كتب على الفيسبوك بوست ويعني آه والناس تبرعوا لي بمستشفى اشتغل فيه مش حدا يسلمني حاله <applause> طيب اتفقوا الثلاث واختاروا لكم آه <applause> طاري واحده دانا دانا واحده عشان لابسه اخضر احكي اسمه احكي <applause> اسمه <applause> احكي اسمه ولا أحكي, احكي الاسم بالعلن احكي اسمه ولا تخبي عليه ولا وشو خالص يلا. لا خليها يوم عيد ميلاده بنحكي له يلا طبخش. خلص ها لا شو هاد؟ <applause> يلا احكي؟ ايوه يلي ربح معنا 100 دينار احلام زفوله احلام برافو احلام احلام ربحت معنا 100 دينار واكيد بتواصلي مع اللي كنت تواصلي معهم من شوي على الاتصال وهم حيدلوكم على على طريقه الاستلام واكيد صعب اليوم وصعب بكره صحيح ويا السبت يا الاحد بعرف هيك انا احنا عطلين والثانيين عيد خلص اربعه انا أربع. انا السبت بجي بستلمهم ما فيش مشاكل خلاص لو سمحتي اتركينا <applause> احنا نتفاهم مع بعض احلام الف مبروك شكرا لكل اللي كانوا يتابعونا من البدايه وشكرا لكل اللي انضموا لنا وبدي اشكر مذيعين برنامج اصحاب عمر دانا مهندس مهادة المهندس المهندس هذا اللي جاهرني المهندس خالد هبه <applause> هبه بريوش وبنرحب اكيد طبعا هبه اكيد تحياتنا لها وهبه يعني ضروري نلتقي وضروري تكون معنا كمان بحلقه مبسوط فيكم جدا شكرا لك والله وانا شخصيا حكون متابع ان شاء الله والله حوريك انت تحديدا والله لا تشوف وعايرك انه حدا يعني من عائله وبتعمل هيك انا بأ... انا قاعد لك انا بدي استناك انت تيجي على برنامجنا انا أه فاهم هناك كثير اه بيتكم اه هو تحتنا طابقين المفروض صح؟ اه لا انا جايك وجايك اكيد انا ورجائي ان شاء الله بس ترجع من ايطاليا لا على مالك اخوي رجائي شكرا لكم كثير شكرا لكم والله استمتعنا كثير والله وحلو يعني الامانه الاورنج بجنن عليكي فيعني الاخضر الاخضر تحياتنا اكيد لكل الاصدقاء لقونا بكل خميس بنفس الموعد الساعه 7 عشان فقرات جديده وضيوف جداد وجوائز جديده تحياتنا اكيد مني ومن الاصدقاء بس مش من رجائي اللي في ايطاليا تحياتنا وهناك والله يا اخوان طلعوا هناك طلعوا هناك وقولوا باي, باي. باي.